فعليا هذه الرسالة أرسلت حسب القناة الثانية عشرة، وأكدها مسؤول فلسطيني أيضا لنا بأن هذه الرسالة كتبت بخط يد الرئيس وباللغة العربية، نقلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن طريق حسين الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، تم نقلها إلى موشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي ليسلمها لنتنياهو هذا اليوم. هذه الرسالة تضمنت تهديدا فلسطينيا بكسر القواعد ووقف التنسيق الأمني احتجاجا على صفقة القرن كما قالت تلك القناة الإسرائيلية في حيثيات هذه الرسالة، قالت بأنها تأتي على خلفية الغضب الفلسطيني حيال صفقة القرن. طبعا هي رسالة خطية حادة وشديدة اللهجة، بمعنى أن هي تهديد فلسطيني للإسرائيليين أو لنتنياهو في حال أقدم على خطوات من خلال تطبيق، فإن هذا التهديد سيصبح نافذا بشكل فعلي. بطبيعة الحال بهاء نحن نتحدث عن إجراءات أيضا دبلوماسية فلسطينية، الرئيس الفلسطيني سيتوجه إلى القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري على مستوى الجامعة العربية، ومن ثم سينطلق لحضور القمة الإفريقية في إديس أبابا، وبعد أسبوعين سيتوجه إلى نيويورك لربما حضور جلسة لمجلس الأمن، وأيضا بحث فلسطيني وطلب فلسطيني لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ضد صفقة القرن. يجري التنسيق مع مختلف الأطراف الأعضاء في مجلس الأمن، طبعا التنسيق فلسطيني بحت، بالإضافة إلى تنسيق من بين الأردن بين فلسطين وتونس بصفتها عضو في مجلس الأمن خلفا للكويت التي كانت عضو سابق في مجلس الأمن. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن إجراءات واتصالات طيب تجريها السلطة الفلسطينية. هناك أيضا تهديد من خلال الرسالة التي بعث بها الرئيس الفلسطيني بأنه سيحرك الجماهير ميدانيا سلبيا باتجاه مدن الضفة الغربية، بمعنى أن التصعيد سيكون ميدانيا وأيضا سياسيا دبلوماسيا. أيضا بها أتحدث هنا عن في منطقة بيت إيل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، من المتوقع أن تصل المسيرة باتجاه هذا المدخل الشمالي، وأن الجيش الإسرائيلي كما نشاهده في هذه الصورة استعد بشكل كبير جدا ونشر جنوده عند أطراف المناطق المحاذية. أيضا فعليا فيما يتعلق بيوم أمس نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بها تفاصيل قليلة جدا، قال بأن قوات الجيش عززت من تواجدها في الضفة الغربية ولم يذكر مزيد من التفاصيل، لكن التفاصيل التي ذكرها الإعلام الإسرائيلي تتعلق بنشر وحدات كوماندوز خاصة من فرقة ماجيلان وإيجوز بالضفة الغربية، وأن تلك الوحدات هي من قوات النخبة التي يناط بها أداء مهام في بيئات صعبة، وتضم عناصر من وحدات النخبة القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن الجيش والأمن الإسرائيلي يتوقعان تصعيدا فلسطينيا في الضفة الغربية. طيب ولربما أيضا توقع فلسطيني من قرارات إسرائيلية تتعلق بضم الأغوار وفرض السيادة على جزء من مناطق الضفة الغربية بها.